تمشي ليه، مشاو ليه الممتلكات ديالو ونتخلصوا منه باش تخلصوا الناس. هذه هي المسطره. اما المساهم اخر ما كيفكروا فيه الناس، حيت الى جوي الى بيردو. Et puis, en face, il y a tout un ensemble de créanciers qui risquent de perdre beaucoup d'argent. Tfkir, l'ummal, le muqawala, c'est donc les créanciers. C'est le centre de l'islam. Je vais vous parler de la pétrolière, c'est un homme. Les informations comme le chassa, les gens de la Samir, يمكن يأكدوا لكم عدة أشياء. الشركة البترولية ما كايناش في بلاد وحدة، كتلقاها في لندن، في دبي، في جنيف، في أمستردام، في نيويورك، هنايا لهيه. ثم نفس الشركة كيمكن لها تخلق بزاف الفروع اللي كتنافس مع بعضها البعض. يمكن شركة واحدة يجيو منها جوج ولا ثلاث العروض، واحد يجينا من المقر ديال لندن، الاخر يجيك من المقر ديال دبي. توتي بوسيبل. وجاو عندنا مكاتب بعد ما استقبلنا، استادير جاو عندنا شركات، جاو عندنا الناس ديال هذه المنطقة، وجاو عندنا الناس ديال منطقة أخرى، وهذوك رسلوا الناس ديالهم ودرس الناس ديالهم. يعني هي شركات، اولا شركات ضخمه، ثانيا عندها فروع فين ما كاين شي حاجه كتهضر على البترول البيزنس وكذا كتلقاهم حاضرين كاينين، وعندهم شركات متعدده، عندهم شركه الانتاج، تريدين كذا، كل شيء كاين، عندهم دي فون، عندهم سي كومبلكس، سي تري كومبلكس. دونك سان سيغا غيان نبداو نقلبوا عليها، واش هي من هنا كاينه من هنا كاين، لا، فين ما قلبتي عليها غتلقاها، حتى في امريكا اللاتينيه غتلقاها، امريكا غتلقاها، لندن غتلقاها، دبي غتلقاها، فين ما قلبتي عليها غتلقاها، فين ما كاين البترول غتلقاها، او فين ما كاين السوق ديال هذاك السمو غتلقاها. Y a-t-il une autre question ? Non ? اولا راه سبق وضح ان شركه لسامير تتمتع وتطبق احدث الضوابط، وزارنا مهندسين من المستوى العالي واكدوا هذا الشيء. ثانيا إلا خدينا الولايات المتحدة، كاين 6 ديال معامل التكرير ووسط المدن، وسط المدن، وسط المدينة كاين الإيطالي، كاين وسط المدينة كاين. من هذه الناحية
ديال لا سيكوريتي ما كاينش مشكل، ما مطروحش مشكل، لا السلامة البيئية ولا غير التقنية وكذا، ما كاينش، ما مطروحش مشكل. كيظهر ليا حنا درنا ندرني الكستي ان بالنسبه للعروض عندنا عروض وعندنا استعدادات، عندنا ناس مستعدين انهم يجيبوا عروض وداروا دراسات وكذا الى اخره. بالنسبه للمكتسب ما نسميه بالمكتسبات الاجتماعيه، باش يكون واضح، شركه لسامير ماتت، اللي غادي يجري الاصول غادي يشريهم داخل اطار ديال شركه جديده، ماشي داخل اطار ديال شركه سمير. وكل مستثمر غادي يقدم لنا العروض ديالو والاقتراحات ديالو، سيتم دراستها، ما نقدروش نسبقوا الاحداث. الاسم الكريم، الله يجازيك خير. غسان وائل القرموني، مجلة ايكونومي وقدس. غسان وائل القرموني. شركة؟ مجلة ايكونومي وقدس. عندي واحد ثلاثة ولا أربعة أسئلة. السؤال الأول باغابوغ لو ديلي تاع لي 30 جور. ديال لابيل مانيفيستاسيون دانتيغي، واش كافي ولا ما كافيش بور بريزونتي دي ديو ديليجنس، بور بريزونتي دي بيزنس بلان كي سو سيريو بازي سور ديو ديليجنس. نتوما خدمتو لمدة سنة باش يلاه قدرتو انكم تسيرنيو البيريمتر ديال هذا وتجيبو خبرة اللي واقفة على رجليها، واش الناس اللي كي سون سيريو غيقدروا في الظرف 39 يوم انهم يعطيو دي زوفر سيريوز. او كا او هاد لي زوفر هادو ما عجبوكمش، شنو هي لا بروسيدور؟ واش ايل فا اتر فوندو باغ لو بيسكو فوز افي دوني اون اكسبيرتيز ديتايي افيك دي لو بلوز او موان هوموجين؟ Vous avez dit que vous étiez que même une offre au dirham symbolique sera étudié. Quel est le sort dans ce cas-là des créanciers? Une autre question par rapport, comment est assuré aujourd'hui le fonctionnement de la SAMIR et le paiement des salaires? D'autant plus que vous avez indiqué qu'il y a un stock estimé à 800 millions de dirhams. C'est-à-dire que même si elle fonctionne à travers la somme, elle est payée à travers la SOMAS ou la SDCC ou la CELAMGAZ, comment elle se fournit dans ce cas-là? La dernière question est je la pose au nom de ma collègue de Telka. Les bénéfices. Je pose la question en.
شوف غنجاوب لك على الاسئله اللي عندها علاقه بالمسطره. الاسئله اللي ما عندهاش علاقه بالمسطره ما غاديش نجاوب عليها لان غادي يجي واحد الوقت اخر وغنجاوب عليها. ما بغيتش خلط على الامور. انا جيت هنايا واحد الاطار معين باهداف معينه. Je ne voulais pas me perdre. D'accord ? وكنطلب منك السماحه مسبقا. بالنسبه لديلي اجوردي ما نقدرش نقول لك انا كافي ماشي كافي. انا عندي واحد المجموعه ديال الناس داروا العمل ديالهم في الدات هذاك سمو الناس اخرين غادي يجيو كنجمع ان كاي تشارج pour leur faciliter au maximum les tâches, c'est l'évolution qui va nous montrer. من هنا 20-25 يوم نشوفوا comment les choses vont évoluer. D'accord ? Donc c'est prématuré pour dire que le délai est insuffisant, pas suffisant, etc. La vente par l'OR, حيدة. Les expertises اللي درنا par le cohérent درناها dans un esprit de faciliter la tâche. La faciliter la tâche au juge commissaire et surtout faciliter la tâche aux experts. On va faire une évaluation globale. On va faire une évaluation globale. ما غاديش يجينا على واحد عامين ولا ثلاث سنين. دونك شدينا فرقنا هذاك الشيء داكوغ ودرناه بار لو كوم فو ديت هوموجين. دونك ولاو بليزيور اكسبير كي ترافاي على فوا حتى دي بوان دو في ريجيون. اللي كتكون عندنا شي حاجه مثلا العقار عندي الدار البيضاء عندي تطوان عندي بن سليمان عندي فاس عندي هذا ما عطيتهمش الخبير واحد غادي يتشتت. فرقتهم وحاولنا ناخذوا خبراء في عين المكان وصفتنا له الناس ديالنا تال عنده ريحوا معاه وعطاوه وساعدوه وداروا معاه جميع الناس باش يعطيو المعلومات. هذا هو الدور ديالهم. الشيء الاخر حاجه وحده سور لاكال نو زافون ايسيي دو فيي pour les expertises considérées comme portant sur les éléments les plus importants, en notre sens, tels que l'outil de production. Quand on demande au khabir, on demande au khubara, pour l'évaluation ou les choses, on demande au khubara, on va lui donner l'approche méthodologique de lui. علاش؟ باش نعرفوه انه إلي أو فات دي نورم إي دي ميثود اللي كاينين دابا وكتفقوا معاه على لابخوش إي نوطرو صارت لا مندخلوش في لوبينيون ديالو صافي مشي يدير خدمته يدير قليل كبير صغير مندخلوش فيه ولكن كنحاولوا نضبطوا معاه المنهجيه وكنحاولوا نعرفوا ان تنتقنوا انه عنده الوسائل التقنيه والفكريه والعلميه باش غادي يقوم بالعمل ديالو. ديك الساعه الدور ديالنا كينتهي هنا. هذا هو ليسبري اللي مشينا فيه بور لي زيكسبيرتيز. Et ça nous a facilité la tâche, ça a facilité la tâche à tout le monde. Tout le monde. Parce qu'il y a un moment où il y a un temps 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 où il y a لو بيمون سالير ما غنهضرش عليه دابا لانه جاي واحد المرحله غنهضروا عليها. ولي كريونس ما غنهضروش عليهم دابا حيت جاي واحد الوقت غنهضروا عليهم.
de questions à reporter. Mounir. السؤال الاول ديالك ما شديتوش مزيان التامين. فين هو السي اليمن؟ كي دايره الوضعيه الاجتماعيه السي اليمن؟ لا قول لينا كي دايره. ها؟ لا ولكن قول لينا دابا واش هو انخراط الانجاح ديال هذا الورش ديال التفويت ديال الشركه، لان كنعتبروا هذه مسؤوليتنا كطبقه عامله داخل شركه سمير على مر التاريخ. هذا كيهم جميع العمال ولا غير جزء منهم؟ لا، كل العمال اتحدث بصفتي كمندوب للاجراء وكممثل نقابه اكثر تمثيله ومنسق ديال الجبهه النقابيه داخل شركه سمير. بالنسبه لي انا كلشي من الخارج، وهادشي اللي فرنسي اخبار ملي كنوصل عند جميع. بالنسبه ليا كلشي من خارط، وكنشوفو كنشوف الانخراط من حيث ماذا؟ ملي كتطلب واحد العمل معين كلشي حاضر، كي السبت كي الحد كي الليل تلقى كلشي حاضر، كلشي كيتجارى، كلشي خدام، كلشي كذا. لا يمكن للانسان ما منخرش ويتحرك التحريكه. ثم لمعلوماتكم، الناس ديال لسامير ناس مسؤولون، كنقولها من الصباح، طلبت منهم تضحيه، ما تاخروش ما تاخروش نهائيا. اما الوضعيه ديال الشركه حنا عارفين، عارفين الوضعيه. حنا دابا الحمد لله اننا نؤدي الاجور، حنا في التصفيه، الحمد لله اننا نؤدي الاجور. المسائل الاخرى راه كلشي خدام فيها، اللي قدر اللي قدر اللي قدرنا كنحلوها راه كتحل، واللي ما قدرناش راه ما قدرناش، فوق طاقتك لا تلام. متفقين؟ اللي كيفكر بالنسبة لشركة سمير ماتت،
ان كادافر غنتسناو منو شي حاجه، هذا مع الورث غنشوف كيف غنديروا فيه. اما الشركه مشات، دابا حنا كنحاولوا نحافظوا على الورث وحنا مجموعين كاملين باش نحافظوا على الورث، وكنتمنى اننا ننجحوا. شكرا. معقبة المسؤول شي جاوبت عليه، ما غنبقاش نجاوب على هذا المسار. صافي بلاتي راه دابا غادي لا شوف، قلت لك بالنسبه للبيلو ما تهضرش ليا دابا، هضر لي على البروسيدور. انا معاك لا بروسيدور، عندك فيها شي حاجه غامضه، عندك فيها شي حاجه ما بيناش، عندك كذا، واش فهمتي؟ حيت انت دابا انت غتكتب شي حاجه كيتسناوك ناس باغيين يفهموا منك شي حاجه. Il faut se concentrer sur la procédure. Ah, tu as un seul bilan, on le voulait qu'il veut ce qu'on dit. Sur la procédure. C'est là, aucun problème. Là, c'est la procédure, marhaba. J'ai pas posé la question. Merci. En fait, la question est très simple. Vous avez parlé du domaine, vous avez parlé de méthodologie. Le monsieur, l'expert qui a fait ce travail, qui est un homme tout à fait respectable, tout le monde connaît et respecte, mais il n'est pas du domaine. Pas du tout du domaine. Donc, comment vous avez donné cette expertise aussi importante de l'outil de production? Je ne sais pas qui l'a fait. Là, là, c'est sûr. Salut. اولا درنا طلب للمحكمه، المحكمه عندها لوائح، ما عندها ما دير، ما تعينش خارج اللائحه. اللي عينات من داخل اللائحه ما خليناش مطلق بوحدو، لا عيطنا على الاطور ديال الشركه وقلنا هذا الرجل غادي نساعدوه على جميع المستويات. ثم عطيناه واحد من الاسامير اللي شارك في التقويمات السابقه، كان حاضرها، والناس اللي خدم معاهم كلهم شاركوا في التقويمات السابقه. اذا هذا ما جي جا بوحدو بقى خدام بوحدو، سد عليه في شي مكتب وصافي، لا. يعني راه الناس ديال الاسامير الاطور وكذا اللي عندها خبره في الميدان بحكم انها شاركت في التقويمات السابقه، عطاتو واحد الخبير، حتى هو خبير، عطاتو واحد الخبير اللي خدم معاه المسطره كلها، المنهجيه كلها حتى الاخر. هذا اكثر ما قدرنا نديرو. لان علاش؟ الا بغينا نمشيو للتقويمات الدوليه مكلفه، كان يمكننا نمشيو لهاد المحكمه ونطلبوا منا باش تعين لنا مكاتب كره مكلفه. هذيك الكلفه من غنجيبوها؟ ما عندناش اموال مثلا وعندنا حريه نمشيو ونديروا كذا الى اخره. لا، حنا حاولنا نقضيو باللي كاين لمصلحه المسطره ولمصلحه الدائنين، لان هذه مسؤوليتنا. شكرا. سي بون؟ آخر سؤال يلا. الاسم الكريم؟ غسان وائل. غسان، سي غسان. Est-ce qu'il y a eu la publication internationale de cette affaire?
مبدئيا كتعرف ان كاين تدبير الكلفه كاين لا جيستيون دو كو داكور تال دابا يعني درسنا جميع الاحتمالات درسنا حتى دابا نو كونطون سور دوطر مويان Mais s'il s'avère que la publication de l'avis s'impose à l'international, on va l'étudier. Au départ, on l'avait prévu. Fil awel, kna dna mach ghandirou. Lakin li iddat ikrahat, bla ma nzkrhom hnaya, kna natarayat li nara كيف ان الامور ستمشي ومن بعد ان كان هناك اضطرارا ما عندناش اختيار لا ما غنقم صا تعفيني من هذا الجواب الي ترانسبارونت مي هذه مسائل ما تعفيني من هذا الجواب هذا ما لي مويان ديالنا حنايا حنا خدامين بهم هذه الساعه Si on les dévoile, ma radio m'a dit qu'il y a un dom de chidor. Merci, merci beaucoup. Merci. Shukran lakum jami'an.